والآن نتوقف مع أهم أنباء المال والأعمال في نشرة التاسعة. مع دينا، شرف إليك دينا. شكرا لك ريهام، شكرا لك دينا. والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا. كشف مركز المعلومات في مجلس الوزراء عن تحقيق مصر تقدم ملموس في مؤشر ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي، حيث كانت وصلت مصر المركز 114 عام 2020 بعدما كانت تحتل المرتبة 131 بين 190 دولة عام 2016. وذكر المركز أن مصر نجحت في تبسيط الإجراءات المقدمة للمستثمرين في مراكز الخدمات على مستوى الجمهورية، حيث قامت بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الجذرية. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع على تباين للمؤشرات. يولو سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نسبة 710 مليار و400 مليون جنيه، وسط تداولات بلغت نحو 1 مليار و300 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر إيج إكس تي بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 10258 نقطة، بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيج إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 2239 نقطة، وصعد مؤشر إيج إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 49% ليغلق عند مستوى 3196 نقطة. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 19 جنيه و62 قرشا للشراء و19 جنيه و72 قرشا للبيع. اليورو سجل 19 جنيها و34 قرشا للشراء و19 جنيها و46 قرشا للبيع. الجنيه الاسترليني سجل 22 جنيها و17 قرشا للشراء و22 جنيها و30 قرشا للبيع. وبالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 5 جنيهات و34 قرشا للشراء و5 جنيهات و37 قرشا للبيع. الريال السعودي سجل 5 جنيهات و22 قرشا للشراء و5 جنيهات و25 قرشا للبيع. أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك أن صناعة النفط دفعت ثمنا باهظا في كل من الاستثمار المفقود والموارد البشرية خلال أزمة كورونا. وقالت المنظمة إن هناك حاجة ملحة للتحضير للنمو المستقبلي، لافتة إلى أن قطاع النفط بحاجة إلى مضاعفة الجهود لجذب واستبقاء العمال ذوي المهارات المتنوعة والخلفيات التعليمية وخبرات العمل. ختام أخبار اقتصاد وعودة مرة أخرى إلى دينا وريهام، إليكما. شكرا لك دينا شرف.